بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامره ما زلنا في تصحيح سوره المرسلات المرة السابقة صححنا بداية سورة المرسلات اليوم إن شاء الله الشباب هيصحح بي عن طريق القراءة والتصحيح فنستسمح حضراتكم باستحضار المصاحف للمتابعة معنا وبنذكر بالرواية التي نقرأ بها رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل وإحنا من وقت للتاني بننبه إلى ما هو المقصود بقصر المنفصل مستعدين بقى نبتدي بمين؟ مين اللي نفسه يبتدي؟ فأنوسي طبعا انت على طول عايز تبتدي، يلا يا سيدي. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرى الهمس يا أنس فالملقيات ذكرى أحسن عذرا أو نذرا الله عليك. إنما توعدون لواقع بص بقى أنت جميل قوي التعبير عندك رائع يعني القسم واضح قوي والتلوين الصوتي والنبر الصوتي بتاعك في التعبير عن المعاني اللي بتقراها عجبني قوي لازم نحيي الاستاذ انس على كده انما توعدون لواقع انما توعدون لواقع يلا يا فإذا النجوم الغنة فإذا النجوم طمست ما مدش قوي النجوم يعني النجوم عندي مد طبيعي الواو احد حروف المد الايه؟ التلاتة والواو هنا جاي قبلها مضموم تمام؟ ده يبقى مد عندي هنا مد طبيعي حركتين ما اطولش قوي زيادة فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت كده اتنين ونص المد وانا عندي هنا المد اربع حركات. وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت جميل ميل يا مريم وإذا الرسل أقتت فين الهمس أقيتت سمعين ليه قلنا ليه لضعف الاعتماد على مخرج التاء لأنه من حروف الهمس يعني اللي لازم يجري معاها شويه نفس عشان الصوت يبان صوت التاء يبان اللي هو زي هو من ضمن مجموعه الحروف الهمس الحاء والثاء والهاء والشين والخاء والسين والكاف والتاء والفاء كمان حثه شخص فسكت او فحثه شخص سكت. حسب اللي انتوا حافظينه المهم هي مجموعه في العباره دي حروف الهمس الحروف اللي ما تبقى ساكنه دي لازم يجري معاها شويه اه اما هقف عليها في نص الكلمه عندي في اخر الكلمه فانا هدي الهمس جريان بعض النفس مع الحرف عشان يظهر معايا لضعف الاعتماد على المخرج مخرج الحرف نفسه يلا حبيبي وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لا تاني أجلت أجلت تعوم انت ليوم الفصل فصل فصل فصل, فصل عشان تبان فصل فصل, فصل, فصل فصل عايزة تدريب وما لا لا احنا بنقرا بقصر المنفصل الالف اهي ما ميم ايه ميم الف ده حرف ايه ده مد مد وراه ده في نهايه الكلمه حرف المد وبدايه الكلمه اللي وراها فيه همزه في روايتنا احنا ده اسمه قصر المنفصل لانه حرف المد في كلمه في نهايه الكلمه والهمزه في كلمه تانية فدول منفصلين مش في كلمة واحدة لو في كلمة واحدة زي السماء وماء هتبقى واجب أربع حركات إنما ده مد جائز وما أدراك ما يوم الفصل مم. وما أدراك ما يوم يوم الفصل أيوة ويل يومئذ للمكذبين برافو عليك يا مريم ربنا يفتح عليك يا استاذ ادم والمرسلات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات ولا فالعاصفات فالعاصفات لا عاسي عاسي دي حاجه ثانيه عاصفات أيوة, ايوه ايوه ده حرف فخ وحرف من حروف الاستعلاء قوي فالعاصفات صفاتي فلع يلا يا سيدي صفاتي عصفة احسنت والناشرات غني يا استاذ ادم والله غني يا عمي بس زودها شوي زود ها. من عندك حب اشبع لي الغنه شوي والناشرات نشرة ايوه فالفارقات فرقا 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 مش فر فر فرقا 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 جميل احسنتي يلا يا شروق فالملقيات فالملقيات ذكرى اه لحقتي نفسك في القاف انت <applause> عذرا او نذرا <applause> انما توعدون لواقع انا عايزه احس الاسم الموصول في انما احنا قلنا ايه انها ان الذي توعدون لواقع. من احداث حتحصل يوم القيامه لواقع فهنا المهنه بمعنى الذي انما توعدون لواقع إنما توعدون أيوة. لواقع قيع. قيع. أيوه. فإذا النجوم غني. طم... فإذا النجوم طمست. أيوه. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نصفت. أحسنت، يلا يا حنين. وإذا الرسل أُقتت. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل يلا يا سعد وما أدراك وما أدراك ما يوم الفصل فصل فصل لا فصل فصل لا أنا مش سامعة اللام فصل. في توسط عندي فاصل فصل. ايوه ويل يومئذ للمكذبين عبد الله انا عايز اسمع وما ادراك ما يوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين عايز اسمع وما ادراك ما يوم الفصل وما أدراك أدراك وما أدراك ما يوم الفصل آه. ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم بالله. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم واجعله اللهم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القران العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا والى جميع الخيرات دليلا واماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين.